بداية الأسبوع كان على بالي صراحة إني أشرب قهوة، وما كذبت خبر، أخذت السيارة وطلعت على مكان في جدة جميل جدا، جمع بين القهوة والفن بنفس الوقت، وأخذناكم في جولة خارج الاستوديو عشان تشوفوا معانا المناظر الجميلة شفناها وكمان تستمتعوا. خلونا نشوف هذه الجولة لمقهى 11 Gallery and Art لنهلة الغفيلي، نشوف الفقرة وارجع لكم. سعيدة جدا بتواجدي اليوم مع الفنانة التشكيلية نهلة الغفيلي صاحبة كافيه 11 جاليري اند كافيه. اهلا فيكي نهلة. نهلة، بداية خلينا نعرف الجمهور عنك، فريد تكلمينا عنك اكثر. نهلة الغفيلي رسامة، فنانة تشكيلية، هواية ودراسة، مؤسسة 11 ارت جاليري اند كافيه. الفكرة مرة غريبة وحقيقي يعني أول مرة أشوفها عندنا بالمملكة العربية السعودية تحديدا في جدة، فنبغى نعرف من وين جاتك الفكرة أنك تربطي الفن باحتساء القهوة. الفكرة جتني لما دخلت مود الرسم، أنا كنت قاطعة الرسم يعني خبري في أيام الدراسة، فلما رجعت للرسم كان من باب أنه تفريغ طاقة. كل شيء موجود بالمكان ينتمي للفنون، حتى القهوة صنعت منها فن جديد على طريقتك، فريد تكلمينا على هذا الفن. لما جت فكرة أنه أنا أبغى أدمج القهوة مع الجاليري، ما حبيت أدخل عالم القهوة وأنا ما عندي أي خلفية، وفي نفس الوقت ما شاء الله القهاوي المختصة منتشرة، وكنا نبغى شيء جديد، كل أحد يحب الشيء الجديد، فلقينا أنه إحنا ممكن نربط الألوان واللوحات برضو في القهوة نفسها، أنه أنا أشرب فنجان قهوة بطريقة فنية باستخدام الفود كلر، ما تغير طعم القهوة ولا تغير، إلا للناس اللي مرة يعني كيفة قهوة راح يحس بالفرق، بس كقهوة تعطيك فايب سعيد، تعطيك إحساس بالسعادة، يعني الألوان تعتبر تجربة فنية ولا أروع صراحة. اليوم كانت تجربتي جميلة جدا، فنجان القهوة معايا وكمان يعني اللوحات الجميلة اللي شايفتها والأعمال الفنية اللي حقيقي يعني أنصحكم أنكم تجوا للكافيه عشان تعيشوا هذه التجربة الجميلة. ولكن راح أسألك نهلة، الاسم 11 Art Gallery and Cafe 11 Art، ليش اخترتي هذا الاسم تحديدا؟ ليش رقم 11 جاي مع الجاليري والقهوة؟ جات فكرة الاسم، أنا أحب الأرقام يعني عموماً يعني تعني لي، بس فكرة الاسم جات لما ارتبط رقم 11 بأشياء كثيرة في خلال السنتين اللي كنت أحضر فيها للمشروع. يعني من أبسط الأشياء كان اليوم اللي سويت فيه عقد أنه أنا أبدأ هذا المشروع، كان في بداية شهر 11، وبعد كذا في أشياء كثيرة ارتبطت في الموضوع. طب عرفينا على اللوحات الموجودة هنا في المعرض، يعني نقدر نقول كل اللوحات الموجودة اليوم من عمل الفنانة نهلة الغفيلي، وإيش نوع الفن اللي بتقدميه؟ بالنسبة لنوع الرسم اللي أنا أرسمه هو رسم حر، وهو أساساً الرسم بلا قيود. أوكي، المدارس الفنية كلها أحبها وكلها جربتها، وفي أشياء منها مستمرة أني أنا أعمل لوحات، بس الرسم الحر هو تعبير بلا قيود، وهو أنه مو بس أنا تعبيري خصني، لا، أي أحد يتفرج على اللوحة حيوصلوا إحساس أو حيوصلوا تعبير معين بين الوضوح وبين اللاوضوح، يعني بين الواقع واللاواقع. طب خلينا نتكلم عن الدور الثاني من الجاليري، كمان عاملة ووركشوب في الدور الثاني، فيريد تكلمينا عنها. بالنسبة للووركشوب عندنا نوعين من الووركشوب، ووركشوب تعليمي يكون عبارة عن فترة طويلة،
يعني أسبوع، 5 أيام، 3 أيام، تجي على حسب نوع الوركشوب اللي نازل عندك مع مدرب مختص وتاخذي هذه الدورة بمعنى. في الوركشوب اليوم الواحد هنا ما تتعلم، يعني ما في شيء اسمه أتعلم رسم في يوم واحد، بس إحنا نعلمك عادة. العادة هذه كيف تفرغ طاقاتك عن طريق الفن، كان خزف، إن كان تلوين أكليريك، إن كان أي نوع من أنواع الفن، أي قطعة فنية تطلع باستخدام اليدين هو عبارة عن تفريغ للطاقة. كيف شفت الناس اللي بتجي للمكان اليوم؟ هل مهتمين فعلا بوجود مثل هذا الفن، ولا الأغلب بيجي لقضاء وقت مع القهوة وخلاص؟ بالنسبة للناس اللي يجوا عندنا هنا في 11، هم الأغلب فنانين أو مهتمين بالفن أو مهتمين بالموسيقى، بس في مجموعة كبيرة جدا ما لهم علاقة بالفن وجربوا أنه هم يلونوا، جربوا أنه هم يعيشوا التجربة الفنية بالحواس، يبان يعني يبان من طريقة التصوير، من طريقة النظر للشيء. وفوق هذا كله في مشاركات، يعني وزي ما شفتي تفضلت واضح في مشاركات وفي محاولات، حتى لو هو ممكن أول مرة يجرب، بس أكيد أنا متأكد أنه كان إحساس حلو. حبيت الفكرة. طبعا هذه الكتب يعني موجودة، أبغى أوري الناس بس عشان يفهموا الفكرة، أنه أي أحد بيجي حاب أنه يفرغ طاقات سلبية أو لحالة طفشانة مثل ما يروح يشرب قهوة، صديق الألوان بالضبط، فممكن يأخذ الألوان. أوريكم قد إيش تفاعل الناس كان مع هذه الفكرة، ما شاء الله بيقعدوا بيلونوا، يعني يبغى لهم دورات صراحه في الارت، اتوقع يبغى لهم، يحتاجوا دورات صراحه. في تفاعل ايجابي، في تفاعل. الله حبيت. اي بس شوفوا يعني في ناس صراحه فنانه بالفن وناس تحتاج دورات. اخر سؤال ممكن اختم معك هذه الفقره، هل تتمني فعلا ان تكون اغلب المقاهي الموجوده عندنا بالمملكه مثل مقهى نهله الغفيل اليوم؟ انا اتمنى انه يكون عندنا رؤية 2030، انه الفن هذا ياخذ حقه زي اي مادة تعليمية او مادة لها اثر على حياتنا، من ناحية وعي، من ناحية ثيرابي، من ناحية نفسي، مو بس مقاهي. انا اتمنى يكون في منطقة كاملة تهتم بالفنون، من مطاعم، من جلسات، من مقاهي، والكل يشارك فيها. وحقيقي كمية الشباب والشابات اللي يحبوا هذه الأشياء كمية ما هي طبيعية حقيقي. أتمنى من جميع المشاهدين أنهم يجوا ويعيشوا هذه التجربة الجميلة. انتهى مشوارنا اليوم في المكان الثري بالفن، ونشوفكم في الاستديو إن شاء الله.